احتفى مجلس الحبان بمديرية الشحر بزفاف 22 عريسا وعروسا بالعرس الجماعي الأول الذي يقيمه المجلس بهدف الترابط والتراحم الأسري بين الجميع في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تشهدها مدن البلاد. في عرس جماعي حضره المئات أحيا مجلس قبيلة آل حبان بمديرية الشحر فعاليات الزواج الجماعي الأول والذي يزف فيه 22 عريسا وعروسا للتخفيف من تكاليف الزواج الباهظة على الشباب وأسرهم وبث روح العمل التطوعي داخل أبناء المنطقة للمشاركة في هذا الزواج. بدأنا جهود كبيرة مع بعض الأشخاص والمصدقين حول هذا الزواج وشكلنا له لجنة عليا للزواج، ومن خلال اللجنة هذه سعينا مساعي للمحسنين وما قصروا جزاهم الله خير ودعموا نحن في هذا الجانب، وعلى هذا الأساس قمنا هذا الزواج. فعاليات الزواج انطلقت بعقد النكاح بمسجد بافقيه بحارة الحوطة بالشحر، لتتبعها الفعاليات المتنوعة كلعبة البرعاء التي تميزت بها منطقة حبان بمحافظة شبوة، إلى جانب إقامة الحفل المسائي الذي خلد الموروث الثقافي الشعبي من رقصات استعراضية ولعبة القناص، ومشاركة المساجلات الشعرية لمجموعة من شعراء ساحل ووادي حضرموت. وفرحة العرس الجماعي بتسلم الرجل. يعتبر هذا الزواج الجماعي الأول لمجلس مكون آل حبان الذي تكون حوالي في ديسمبر 2018، وعندما فتحنا باب الترشيح إلى الزواج الجماعي تم الإقبال من قبل جميع من الشباب. للسنة الأولى في تاريخ مجلس قبيلة آل حبان بمديرية الشحر استطاع المجلس أن ينظم هذا الزواج الجماعي الخيري في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة والأزمات المتلاحقة التي تشهدها الشحر وبقية مدن البلاد.